فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشترطت عند الزواج أن لي التعدد، إن تيسر هذا. ما يحتاج شرط لك التعدد لو ما شرطت عندنا، ولا تمنعك من التعدد، لكن هي لها إذا شرطت أن لا تتزوج عليها لها الفسخ. نعم. ثم يقول حفظك الله: ولما اشترطت هذا عليها وأردت الآن أن أعدد طلبت الفسخ، فهل لها حق بهذا؟ ما شرطت، إذا كانت مشترطة عليك أنك ما تعدد لها الفسخ، أما إذا لم تشترط عليك فلا تمنعك وليس لها فسخ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.